تضع سميرة لمساتها الأخيرة على مشروعها الذي سيرى النور قريباً، وهو مركز لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال والتدريب على تدريسها. سميرة هي واحدة من بين رواد أعمال كثيرين في بنغازي استفادوا من المبادرة التي تقدمها السفارة الأمريكية لدى ليبيا لدعم رواد الأعمال. بالنسبة للمركز التدريب، حيكون الطالب أو المتدرب لما يكمل الكورس التدريب متاعه حيكون عنده فرص عمل، يا أما فرص عمل في المركز متاعنا أو حيكون في آخر ممكن أسبوع أو أسبوعين من التدريب متاعهم حيكون عندهم أيضا professional training where they can write، هما يقدروا يكتبوا السيرة الذاتية متاعينهم، يدربوا على مقابلات عمل، يعني أنا حنحضرهم لسوق العمل. ويشتكي الكثير من أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال في ليبيا من قلة الدعم الحكومي المقدم لهم، بالرغم من الأهمية الاقتصادية التي يرونها لمشاريعهم الخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. في نفس الوقت بالنسبة للمشاريع الصغرى تساعد الناس على المصاريف وعلى نهوض بالاقتصاد الليبي، بخصوص أن الأسعار قعدت في تزايد، الأسعار معش قاعدة تساعد، فضروري الناس تجهت إنها تفتح مشاريع صغرى، ونتمنى من الدولة أن تدعمها أو تمول المشاريع الصغرى. ويرى مختصون أن المبادرات الأمريكية المختلفة في ليبيا لتدريب أصحاب المشاريع الصغرى قد تساعد في تغيير العقلية المعتمدة على الوظائف العمومية والتي فاقت تكاليفها 3 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بحسب بيانات المصرف المركزي. تسلط المبادرات الأمريكية في ليبيا الضوء على دعم رواد الأعمال للمساهمة في خلق فرص عمل أكثر للشباب من جهة، وللدفع نحو تمكينهم من جهة أخرى. فرج حمزة، الحرة، بنغازي.